بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نتمنى لك ربنا يعني كيف شفت الاجتماع اليوم كيف شفت الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا اللقاء مع المسلم والمالية وكيف نخلي البطل هنا التي ندت ستبقى في ليبيا في قيادة الأمين الأمين الأمين. تم اطلاع اليوم اجتماعي مع اللجنة المنظمة على آخر ما توصلت إليه والأمور على أول ما يرى. هناك بعض المعوقات سيتم التعرف عليها بعون الله تعالى في هذه اليومين من صعوبات يعني بسيطة جدا، والأمور إن شاء الله إذا حسن من حسن إلى أحسن، ونسأل الله التوفيق في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله يعني متفائلين إن شاء الله طبعا. ونحن من خلال هذه الأمور أن تنافس بين الأهلي المغربي والترابلس والسوحلي، نريد أن ننافس وليست المشاركة فقط، كما نريد أن نظهر للعالم والفرق العربية المشاركة في هذه الدولة أننا نمتلك الموهبة ونمتلك الصلات، وكذلك لنا جمهور محب لهذه الدولة، وستكون لكرة الطائرة شيئاً بإذن الله تعالى. وها هي الآن تساهم في بث رسالة للعالم من خلال كرة الطائرة. أشكر الاتحاد الليبي لكرة الطائرة وكذلك أسرة نادي الأهلي بطرابلس واللجنة المنظمة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في إدارة البطولة بشكل أفضل إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك.